نادى بها جلالة الملك، وتضمنها تصريح حكومي الأول والثاني للسيد الوزير الأول، وصادق عليها البرلمان بغرفته، وسعي إلى تقريب المرفق الصحي إلى المواطنين والمواطنات بالعالم القروي. وفق هذه التوجهات العامة، قامت وزارتكم بتعيين الأطباء والأطباء الاختصاصيين في المستشفيات الإقليمية وفق الخصائص الذي تعرفه هذه المستشفيات، والذي يبقى بالرغم من هذه الإجراءات خصاصا فادحا وضعيفا لا يرقى إلى طموحاتنا وطموحات الساكنة القروية على الخصوص. وبالرغم من هذه التعيينات المسؤولة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن العديد من الأطباء لا يلتحقون بمقرات عملهم ولا يتواجدون في المستشفيات، الشيء الذي ينعكس سلبا على أداء الخدمات الصحية خصوصا في العالم القروي. السيدة الوزيرة، سؤال مطروح: لماذا هذا التساهل المكشوف مع عدم التحاق الأطباء لمقرات عملهم في تحدي سافر للقوانين المعمول بها في هذا الجانب؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة انتشار الأطر الطبية والتمريضية؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات المستشارات، السادة المستشارين، حقيقة سيد المستشار، سؤالكم المطروح هو من ضمن الصعوبات يوميا يعني وزارة الصحة تتخبط فيها. فمنذ البداية، منذ 2007، أخذنا على عاتقنا داخل الوزارة عن أنه يكون هناك توزيع عادل، وعلى الخصوص تكون هناك يكون عادل ويكون العدل والشفافية والنزاهة في هذا التوزيع. فوضعنا، وذلك بإشراك النقابات الممثلة لمهني الصحة، وضعنا معايير ومقاييس اللي هي الآن متسمة بالشفافية والنزاهة ليكون العدل ما بين الجميع. فمنذ سنة 2008 إلى حد اليوم، إلى غاية 2010، تم توظيف 4764 إطار طبي وشبه طبي، وتعينوا 3562 منهم في العالم القروي والمناطق النائية، أي بنسبة 75%، لأن تنعرفوا على أن هذه المناطق تسجل خصاص. إلا وأنه كان هناك شقين في هذه المسألة، كان هناك ما يتعلق كذلك بالتحاق الأطباء الطبية والشبه الطبية، وهناك الالتحاق بالمستشفيات بالنسبة للأطباء الاختصاصيين. فهناك إجراءات قانونية تنظيمية تنخذها بالنسبة للأطر الطبية وفي الطب العام، بأننا وبالنسبة للاختصاصيين وبكل ما لما تلتحقوش بالعمل ديالهم، أنه تيتوقفوا للرواتب ديالهم وتنصدروا قرارات العزل من الأسلاك الوظيفة العمومية، أو لا تتوقف ذاك الأجر وذاك الراتب حينما ألقوا، يعني يكون هناك ضغط على هذا الأطباء. اليوم اللي تنشوفوه هو على أنه حقيقة كاين، بالخصوص كاين هناك أطباء اللي تلتحقوا وممرضين، وبالخصوص الممرضين هما ربما لي يعني تعطيو الكثير ولي تلتحقوا، يعني نادر انك تتعين ممرض وما تتلقاهش في عين المكان، وهذا يجب ان ننوه به. كذلك العديد من الاطباء في الطب العام، ومنهم طبيبات لكذلك تتلقاهم في المناطق النائيه في الجبل، وهنا كذلك خاصه ننوه. علاش خاص التنويه؟ لان يمكن نقول هذا شيء طبيعي، تخرج يعني الدوله كوناته وخاصو يمشي يدي واجب وطني، ولكن تنشوفوا على اننا عندنا بعض الاشكاليات اللي ما زالت عالقه. صحيح اننا قلصنا من الاشكاليات التي ما زالت عالقه. شكرا السيده الوزيره، احتفظي مما تبقى لك في اطار التعقيب، والكلمه للسيد المستشار في اطار التعقيب عن جواب السيده الوزيره، تفضل. شكرا السيده الوزيره على جوابكم المهم وعلى المعطيات وعلى ما جئتم به من توزيع عادل، هذا لا نذكره السيدة الوزيرة، ولكن الأسباب التي جعلتنا
نسائلكم سيد الوفاة الباب هو عدم تواجد الأطباء بكل أصنافهم في واحد العدد ديال المناطق واحد العدد ديال الأقاليم البعيدة. أنا نعطي مثال سيدة الوزيرة، المستشفى الإقليمي ديال ميسور في إقليم بولمان. مشكورة سيدة الوزيرة على الجهيزات القيمة اللي تمكن بها هذا المستشفى، وعلى 12 طبيب اللي تعينوا جدد بالنسبة لهذا المستشفى هذا. ولكن السيدة الوزيرة كاين هناك خلل ثاني نوع آخر في ذاك المستشفى هذاك، هو واحد المديرة قائمة بأعمال لا أخلاقية، يعني هي جعلت واحد العدد ديال ذاك الأطباء ينفروا من ذاك المستشفى، مع العلم أنه مستشفى نموذجي وفي واحد العدد ديال المواطنين مع المنطقة جات بعيدة. الآن كنشوفوا السيدة الوزيرة كاين قرار ديال مجانية العلاج بالنسبة للحوامل. الحوامل الان كاين مسائل لا ديمقراطيه هناك في هذاك المستشفى، وانه تترغم عليهم باش يديو واحد القيمه ديال 600 درهم في هذا المستشفى، رغم انه يعني كاين مجانيه والمنطقه فقيره بجميع المقاييس. والا بغاو يتنقلوا لمدينه فاس باش يديروا العمليه ديال الولاده كتكون عندهم مصاريف كثيره. هذه بالنسبه للمسؤوليه. بالنسبه لهذه السيده المديره، انا ما كنوجهش الاتهام، لانه هذه السيده المديره لا تتواجد في المستشفى في الوقت ديالها، يعني يوم الخميس من كل اسبوع. هذا مسألة غير معقوله. فلهذا نلتمس منكم السيده الوزيره، هو لما عهدنا فيكم من صرامه وجرأة على التدخل العاجل من اجل وقف هذا النزيف في إقليم بولمان بالدرجة. شكرا سيد المستشار. شكرا سيد الوزير. رسالتكم وصلت، والجواب هو للسيدة الوزيرة عن تعقيبكم. تفضلوا سيد. نعم، غير فقط بالنسبة لي كاين التوزيع العادل في التعيينات، ولكن كذلك حرصنا على أن انتقالات، لأن شنو غيشجع الطبيب أو الممرض أنه يمشي، هو أنه كذلك المسطرة اللي غادي تمكن له أنه يرجع يعني للمدينه التي اختارها التي يسكن فيها، انها كذلك يكون هناك تسمها الشفافيه والنزاهيه. فيما يخص مستشفى ميسور وكل التجاوزات، لان هنا نؤكد من هذا المنبر على انه كل ما يتعلق بالولاده هي مجانيه، وكذلك بالنسبه بنقل الحوامل، فانا غادي نوقف اليوم على هذه الاختلالات، وتنوعدكم سيد المستشار على غادي نقوم المتعين وغادي يكون هناك تفتيش بالنسبه لهذا المستشفى باش ندير واحد الحد للتجاوزات اللي تفضلتوا بها. شكرا. شكرا للسيده الوزيره.